لو الحكاية فيها إن فيتو تمام. عايزين بس نعرف عدد الطلاب اللي قدموا النهارده في كل المعامل تبع كلية آداب. النهارده في اقبال كويس واغلبه من المجموعة الأدبية. العدد فوق 450. ده بالنسبة لحضرتك اقبال كثيف كده النهارده؟ بالنسبة للسنين السابقة. تمام، في أي مشاكل حصلت النهارده؟ وكانت خدمات الإنترنت كلها كانت ماشية بشكل كويس؟ الجامعة الحمد لله مزودة السرعة جدا. والأي فرد في هنا في الكلية كان ايه اكتر الاقبال من الطلبه على الكليات كانت ايه؟ اعلام وادب فيتو.